هويدي مدير اعمال السيد صادق زيدي. صلاح ابو جزي، سمعتك سبقتك يا مستر صالح. تمام، طالما سمعت عني يبقى كلمتين ابرك من عشر. الراجل بتاعك قالك انت جاي تعمل ايه ولا لا؟ انا عندي اوامر نفذ لك كل اللي بتطلبه، بس بدي اشوف علاء بالاول. مفيش علاء غير لما الراجل بتاعنا يرجع الاول. اهدى يا صالح اهدى، ما في مشكله الا والها حل. بعدين انت بتعرف كتير منيحني انا هون مشان ساعدك. انا مش عايزك تساعدني، انا عايزك تسمع اللي اقوله لك وتنفذه بالحرف الواحد، مفهوم ولا لا؟ ماشي، مطلوب. افهم كل حاجه الاول بعدين اطمن لك المطلوب. ماشي. السيد صادق الزيدي رجل اعمال شريف ووطني، رجل عصامي بنى نفسه بنفسه. باواخر الثمانينات بعد هوجه توظيف الاموال وحجز الحكومه المصريه على ثروته، نزل على اوروبا وبلش من جديد. وهلا هو اهم مستورد قمح وعلف بمنطقه الشرق الاوسط وشرق اوروبا. ومثل ما بتقولوا بالمصري، السيد صادق راجل بيعرف ربنا كويس. فلما الجماعه اجتهم الفرصه واخذوا الحكم، فكان هو من المحبين اللي مولهم ودعمهم كتير وعطاهم فلوس اكتر. بس لما شاف طريقتهم بالحكم والاداره وفهمهم كويس، رفع ايده عنهم وبطل يمولهم. هلا هن بالاول صاروا يبعثوا له ناس يفاوضوه باللين. بس بعد اللي صار وصاروا برات الحكم بلشوا يهددوا. ولما عرفوا انه بده يهرب علاء اللي اعتقل بسببهم، بعثوا ناس خطفوه مشان يجبروه يرجع يمولهم من جديد. شفت بقى انه هو مظلوم؟ يا عم انت بتكلم مين؟ يا اخوان مين والناس نايمين؟ انت بتكلم ناشط سياسي؟ يا عم ده انا طبال ما تنجز. انا يخصني ايه في الحوار ده كله انا والرجاله بتاعتي؟ كل حاجه وليها ثمن. اظني فراج ما اخدش 2 مليون جنيه بس لحتى يسفر علاء على شرم الشيخ. 2 مليون جنيه بتتكلم؟ طب اسمع بقى الكلمتين دول. فراج ده ما يخصنيش. فراج ده بتاعكم انتوا. من هنا ورايح اتفاقك معايا انا، مفهوم ولا لا؟ يعني ايه؟ والفلوس اللي اخدهم فراج؟ جاب بيها جلاتي. اسمع بقى الخلاصه. الفلوس اللي انت اديتها لفراج انا هاخد زيها، وعليهم حته صغيره عشان اراضي الرجاله بتوعي. نعم؟ زي ما انت سامع، وكلمة زيادة هضربهم في أربعة، قلت إيه؟ موافق. تمام. هستنى منك بقى تليفون كمان ساعة عشان تقول لي هتسلمني الفلوس فين، اتفقنا؟ كمان؟ آه كمان. قول أمين. أمين، أمين يا صالح أمين. سلام. صالح؟ نعم. الجماعة عرفوا منين إنه أنتوا هون ببيروت؟ اسأل فراج. زي ما بعلوكوا الراجل بتاعكم، باعوا الناحية التانية. أنت متأكد من الكلام ده؟ لا. بس بعد ما الاقي الراجل بتاعي هنتاكد كلنا ونتبسط. سلام يا عم المستر.